أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سؤال مسؤول. السمع والكلام نعمتان من عند الله لا يعرف قيمتهما إلا من فقدهما، فكيف نقلل من معاناة مرضى إعاقة السمع والكلام؟ وكيف نوفر لهم أحدث وأفضل طرق العلاج؟ وما هي سبل تأهيلهم للاندماج في المجتمع؟ سنجاوب على كل هذه التساؤلات وأكثر من خلال لقائنا مع مسؤولنا النهاردة، وهو الدكتور محمد حسني، مدير معهد السمع والكلام من داخل مقر معهد السمع والكلام التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد. أهلا وسهلا دكتور محمد. في بداية لقائنا كنا عايزين نتعرف من حضرتك على الأقسام المتواجدة داخل معهد السمع والكلام، وإيه هي طبيعة الخدمات الطبية المقدمة داخل هذه الأقسام. معهد السمع والكلام هو المعهد المتخصص الوحيد المتخصص في مصر في أمراض السمع والكلام. الأقسام بتاعته، إحنا عندنا القسم الجراحي اللي هو الأنف والأذن والحنجرة، قسم السمعيات، قسم التخاطب، قسم التحاليل الطبية، قسم الأشعة، قسم الأسنان، العمليات الجراحية بكل أنواعها، عمليات الأذن، عمليات الحنجرة، عمليات الجيب الأنفية، عمليات الليزر، يعني جميع أنواع عمليات الأنف والأذن والحنجرة. فهو المعهد متخصص في كل مشاكل الأنف والأذن والحنجرة. دي الأقسام اللي موجودة. الأقسام المساعدة زي ما قلنا الأسنان، المعامل، الأشعة، هي دي الأقسام المساعدة اللي هو دايما اللي هو بيتدخل أو بتتدخل مع شغل الأنف والأذن مع الأنف والأذن والحنجرة. طيب دكتور محمد، كنا عايزين نعرف من حضرتك كم عدد المرضى المترددين على معهد السمع والكلام، وكم عدد العمليات الجراحية التي تجرى من خلال المعهد؟ طبعا احنا السنتر الوحيد في مصر زي ما قلت لحضرتك، فاحنا في اليوم المترددين على العيادات الخارجية من حوالي 400 ل 500 مريض في اليوم، متوزعين على التخصصات طبعا أنف وأذن وسمعيات وتخاطب. بالنسبة للعمليات الجراحية حوالي 300، يعني 250 ل 300 عملية في الشهر تقريبا، وهي عشان معظمها عمليات كبيرة. يعني العدد، احنا لو العمليات صغيرة او صغرى او كده كان العدد هيبقى اكتر من كده كمان. فاحنا يعني معدل العمليات عندنا من 250 ل 300 عملية في الشهر تقريبا. طيب دكتور، كنا عايزين نعرف من حضرتك، هل يعاني معهد السمع والكلام من زيادة في قوائم انتظار المرضى؟ طبعا برضو دايما برجع واقول زي ما قلت في الاول، هو الفكره في الموضوع ان احنا المعهد الوحيد المتخصص، فاحنا بيجي لنا من كل محافظات مصر، بل بيجي لنا من خارج مصر. في قوائم انتظار طبعا. القوائم انتظار غالبا بتبقى في الاقسام اللي هي بتاخد وقت، يعني في قسم السمعيات المريض عشان يدخل ويبتدي يعمل فحوصات سمعيه، الاجهزه بيقعد من 3 لـ4 اجهزه مبدئيا بيتكشف عليه بثلاث اجهزه، فالمريض ممكن ياخد من نص ساعه لساعه حسب استجابته وحسب التعاون بتاعه مع الدكتور الطبيب اللي بيعمل له التيست. فاختبار السمعيات بياخد وقت، ففي قوائم انتظار، وعشان احنا متخصص فالقوائم الانتظار او الاعداد كبيره. كل مجهودنا دلوقتي دايما اللي احنا كل على طول بصفة دورية وبمتابعة دورية بنحاول نقلل قوائم الانتظار. فتحنا عيادات جديدة للسمعيات، عملنا كباين جديدة، فتحنا وحدة عيادة متخصصة في النيونيتال اللي هم حديثي الأطفال حديثي الولادة. يعني بنحاول دايما احنا نقلل قوائم الانتظار، ولكن سوف تظل قوائم الانتظار لأن الأعداد مهولة. طيب دكتور، كنا عايزين يعني ده يمكن سؤال متخصص شوية، كنا عايزين نعرف من حضرتك ما هي الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض السمع، وهل يمكن تجنب حدوث الإصابة بأمراض السمع؟ طبعا طبعا، يعني هي الأسباب الأساسية لأمراض السمع، في الأسباب اللي هي الأمراض العادية زي التهابات الأذن الوسطى، زي التهاب العصب او ضعف في العصب السمعي، مشاكل الاذن الوسطى، مشاكل الاذن الداخليه، مشاكل الاذن الخارجيه، في اسباب كتيره لضعف السمع. ولكن احنا نيجي نقول والله في اسباب ممكن علاجها سواء بالعلاج الطبي او بالعمليات الجراحيه، وفي اسباب بتبقى
بتحتاج سماعات طبيه زي مشاكل لو في مشكله في العصب بتاع السمع. احيانا بنوصل ان احنا اللي هو زرع القوقعه. زرع القوقعه ده احنا بن بن برضو ده يعني احد انواع العمليات الجراحيه اللي ليها حل، يعني العمليات ممكن نستفيد عنها في الكلام بعد كده. ولكن يمكن اهم حاجه واهم سبب، وده كنا دايما او يمكن كنا في مؤتمر منظمه الصحه العالميه الـ WHO، موضوع الاطفال والسكريننج بتاع الاطفال اللي هو الكشف المبكر. لان طبعا احنا بيهمنا بالدرجه الاولى الطفل المفروض بيبتدي يتكلم عند سن سنتين تقريبا، لازم يكون بيسمع عشان يتكلم يعني. فالفكره في الموضوع ان انا عايز اقول النهارده انا كل جهدي عايز الطفل ده قبل ما يوصل سن سنتين يكون بيسمع، عنده سبب يتحسن بالعلاج الطبي، له عملية، له سماعة، له زرع قوقعة، له أي حاجة. المهم أن كل مجهودنا دلوقتي أن احنا عايزين نعمل سكرينينج كويس للأطفال حديث الولادة علشان نعرف الطفل ده بيسمع يا جماعة ولا ما بيسمعش. ما بيسمعش يلا يلا نبتدي نتعامل معاه، نبتدي نعمل له فحوصاته. لازم الطفل ده قبل سن سنتين بإذن الله يكون بيسمع علشان يقدر يتكلم. تمام. طيب برضو ده بالنسبة لأمراض السمع، كنا عايزين نعرف من حضرتك برضو ما هي الأسباب الأساسية اللي بتؤدي للإصابة بأمراض التخاطب، وإزاي نقدر برضو نتجنب حدوث هذه الأمراض؟ شوفوا يعني اللي أنا عايز أقوله، يعني هنقول مبدئيا حاجة زي الديف ميوت. أنا يعني دايما في قاعدة من ولد أصم صار أبكم، يعني هو ما بيسمعش فمش هيتكلم. فإحنا لما نيجي نقول التخاطب اللي هو الكلام لازم تكون بتسمع عشان تتكلم. فأسباب تأخر النطق عند الأطفال أو اللي هي أو مشاكل التخاطب أساسية بتيجي من مشاكل السمع. ما بيسمعش كويس أو ما بيسمعش خالص، هنا مش هيتكلم كويس أو مش هيتكلم خالص، من ولد أصم صار أبكما. في بقى طبعا مشاكل تانية اللي هو بيبقى بيسمع كويس وكل حاجة، لكن دي بقى بتبقى عيوب خلقية زي التلعثم الكلام، حاجة عصبية مثلا، مرض عصبي لا قدر الله ابتدى يعمل له مشكلة في الكلام. دي حاجات بقى في الأعمار المختلفة، وبتبقى طبعا ليه علاجها الطبي. يعني واحد عنده مشكلة في العصب، عنده مشكلة مثلا في المخ وأدت لضعف الكلام، مشكلة في عصب الكلام، وبنتعامل معها طبعا على طول. طيب تمام. هو في إمكانية ان احنا نتجنب حدوث الأمراض ديت منذ الصغر، يعني من البداية احنا نتجنب مشاكل الكلام منذ الصغر؟ زي ما قلت قبل سن سنتين لازم اكون تعاملت مع مشكلة ضعف السمع جراحية طبيا، جراحيا سماعة طبية، زرع قوقعة، اي. المهم ان انا لازم الطفل قبل ما يوصل سن سنتين يكون بيسمع، يبتدي يتكلم ويبتدي يعيش حياته في سنه بدري. يعني هو ما هو ممكن الطفل عند سن 4 أو 5 سنين ازرع له او اعمل له سماعه، بس هو كده انا اخرته في الكلام، فكده هيبقى متاخر عن في الكلام ويتاخر عن كل حاجه. لا، انا عايزه قبل سن سنتين يكون ان شاء الله بيسمع كويس فيتكلم كويس. طيب دكتور، احنا برضو كنا سمعنا ان من امراض السمع ساعات يعني من ضمن الاسباب اللي بتؤدي للاصابه بامراض السمع عادات خاطئة بيقوم بها الأمهات أثناء إرضاع أطفالهم بتؤدي إلى الإصابة بأمراض السمع. إزاي نقدر برضو نتجنب حدوث حاجة زي كده؟ شوف أقول لحضرتك، هي الفكرة في الموضوع يعني، وأهم حاجة ويمكن ده أهم سبب، وحتى في السكرينينج بتاع الأطفال لقينا أن ده من أهم من أكتر نسب الحدوث هي التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال. الطفل بيبقى عنده مشكلة، ان مش مشكلة، هو طبيعته لسه الطفل بتبقى قناة استاكيوس مستعرضة، يعني بتبقى مستعرضة مع تقدم السن 3 سنين 4 سنين. كل ما يتقدم في السن القناة بتبتدي تاخد وضعها الطبيعي. علشان كده بيحصل مشاكل ان لما بنيجي مثلا هنقول بيجي له برد، بيجي له انفلونزا، ما تعالجتش على طول المشكلة بتدخل على الأذن الوسطى عن طريق قناة استاكيوس. بنرضعه غلط. كتير من الامهات الطفل بيبكي بالليل بيصحيني خلاص برضعه باي طريقه، المهم بيبقى فلات. لا، الطفل لازم يرضع ويكون تلت، لازم دماغه اعلى من جسمه. دي حاجه مهمه جدا علشان ما يبتديش يحصل لي مشاكل وتدخل على قناه استاكيوس، او الطفل يشرق فهذا الكلام يدخل على قناه استاكيوس يبتدي يعمل لي مشكله. فاهم حاجه في الرضاعه ان الطفل يرضع رضاعه صح. ما هي الرضاعه الصح؟ ان يكون راسه اعلى من جسمه، ان لو عنده لحمية او مشاكل في الانف لازم يتعالج كويس عشان لما بيبتدي يرضع
لو هو عنده مشكلة في الأنف أو عنده رحمية أو عنده مشاكل تانية أو عنده انسداد في الأنف أكيد مش هيبتدي يرضع، مش هيعرف يرضع كويس، كل شوية هيرضع ويفتح بقه ويعمل ويعمل مشاكل. هذا الكلام بيؤدي لحدوث مشاكل الأذن الوسطى، اللي لو أهملت مشكلة الأذن الوسطى تبتدي تدخلني في ضعف سمع تدريجي، وممكن الأم ما تبتديش تلاحظه إلا later on. علشان كده بنقول يا جماعة في برد، في أنفلونزا، في مشاكل، لازم تروح للطبيب المعالج فورا. لا ده شويه انفلونزا، لا ده لا الكلام ده ما ينفعش بالذات في الاطفال، لان ده بيأثر على الاذن الوسطى وانت مش هتعرفي ومش هتلحقي تعرفي. علشان تبتدي تلاحظي ان ابنك ما بيسمعش لما يكون ابتدى ما بيسمعش بالودنين وبنسبه عاليه. علشان كده بنقول احنا الوقايه خير من العلاج. طيب دكتور محمد، كنا عايزين نعرف من حضرتك ايه هو دوركم في دعم عمليات زرع قوقعه الاذن، وكنا برضو عايزين نعرف من حضرتك ايه هي اهم التحديات اللي بتواجهكم في هذا المجال. بالنسبة لزرع القوقعة، احنا كمعهد السمع والكلام احنا من اوائل الناس اللي اجرينا جراحات زرع القوقعة للمرضى، وده كان في سنة 2000 و2001. وقتها كانت طبعا العملية مكلفة جدا، يعني كان القوقعة كانت غالية، ويعني كانت العملية بتتكلف تقريبا من 200 ل 250 الف، يعني بتخش في ربع مليون. فتخيل انت عشان يجي لك فند من الدولة مليون، انت بتزرع 4 قواقع، يعني عشان يجي لك مليون تزرع بيهم 4 قواقع. فكان الموضوع مكلف وكان غالي، وكانت المساهمة من الدولة برضو كان يعني الى حد ما كانت الامكانيات. يعني لسبب او الاخر والسعر القوقعة الغالي البرنامج توقف شوية في المعهد. اللي حصل ان الحمد لله التأمين دلوقتي بقى بيتبرع بحوالي 90 ألف، أو بيدفع للمريض 90 ألف، وده مبلغ كويس جدا اللي هو معظم تكلفة العملية الحمد لله، معظم تكلفة القوقعة والعملية. بيتبقى 30 أو 40 ألف ما يتبقى بالنسبة لكل اللي هو باقي التكلفة، المفروض بقى بتبقى من التبرعات. يعني احنا دايما بنقول ان الجمعيات واللي بيقدر يتبرع في صندوق القوقعة في المعهد، عشان بنكمل احنا للمريض هذا المبلغ من صندوق التبرعات في المعهد. وطبعا سعر القوقعة زمان كان غالي، دلوقتي الحمد لله بقى احسن، فابتدى يرجع البروجرام. عندي فريق متكامل من جراحين وتخاطب وسمعيات. المريض بنستلم المريض، بيبتدي يعمل له اسسمنت كويس. عندي لجنة زراعة القوقعة دي كل الاربع من كل اسبوع، هذه اللجنة بتجتمع اللي هي مناظرة حالات القوقعة. الحالات بتجيلها بيشوفوا فحوصاتها اللي ناقصوا ايه، بيعملوه فحوصات سمعية، فحوصات أشعة، الكلام ده. بيتحضر المريض عندي اسم التخاطب، بياخد فترة الأول تخاطب وترتيب، اللي هو الاسسمنت، اللي هو التقييم النفسي والتقييم ودرجة السلوك وتقييم السلوك والكلام ده، ونسبة الذكاء وهذا الكلام، بيحصل له تقييم وترتيب لمدة من شهرين لثلاثة. ثم نبدأ السمعيات، ثم تبدأ الجراحة. وبعد الجراحة بيستلموا تيم السمعيات والتخاطب في متابعة لفترة طويلة، زي ما بيقولوا بقى لغاية ما الطفل أو الكبير يبتدي ناخد نتيجة بعد العملية والكلام وهذا الكلام. فالتيم بتاعنا في المعهد مدرب أعلى تدريب ومدرب خارجي الحمد لله. يعني طيب هل حاليا في تحديات بتواجهكم في اجراء هذه العمليات كمعهد السمع والكلام؟ لا، هو التحديات طبعا ده يعني هتستمر، هي التحديات الماديه. يعني احنا بنقول الحالات التامين الصحي بيدفع لها التامين 90 ألف، وبنكمل من التبرعات. واحنا بنقول يعني بنتمنى ان اللي يقدر يتبرع في صندوق زراعه القوقعه في معهد السمع والكلام. في المريض اللي ملوش تأمين دي مشكلته، يبقى هو لنا فائت الدولة اللي يعني احنا دايما هتناها تحديات مادية وليس هناك تحديات اخرى. يعني طيب دكتور، كنا عايزين نعرف من حضرتك ايه هو برنامج التدريب التخاطبي للأطفال المعاقين الذي يقوم به المعهد؟ هو طبعا احنا يعني عشان الطفل يبدأ تخاطب او يدخل في التدريب التخاطب لازم يتعمل له طبعا اسسمنت كويس للسمع، تقييم للسمع. فالاول احنا عندنا الطفل بنبدا الاول بنقيم السمع بتاعه. خلاص احنا هنبدا تدريب تخاطب، الطفل بيسمع
بيسمع يعني اي درجه من السمع بس بيسمع خلاص. فالطفل دخل عندنا الاول اتكشف عليه انف واذن، راح قسم السمعيات اتعمل له الاسسمنت بتاع السمع، عرفنا درجه سمعه، احتاج حاجه عملناها له، في النهايه الطفل ده ابتدى يسمع فهيروح التخاطب. هيروح التخاطب بيتعمل له طبعا اختبار نفسي وبيتعمل له اختبار ذكاء، يعني في لسته اختبارات كده عشان نقدر نحدد الطفل ده نسبه ذكائه كام، استقباله هيبقى ايه، وبالتالي يتحط له نظام التدريبي. النظام التدريبي بتاعه 6 شهور سنه سنتين بيتحط له نظامه التدريبي، ثم يبدا البرنامج التدريبي بتاعه. البرنامج التدريبي الاطباء بيشرفوا عليه، الاطباء التخاطب بيحطوا له البرنامج التدريبي، عندنا اخصائيين التخاطب، اخصائيين النفسيين اللي هم بيعملوا الاختبارات الذكاء والتعامل النفسي مع الطفل. فالطفل بيبدا فصول التخاطب، احنا يعني عندنا حوالي من 7 لـ 8 فصول تخاطب، هم يعني 7 وفي واحد 8 جديد فتحناه الحمد لله، فعندنا 8 فصول تخاطب بيدخل فيهم الطفل بيوصل انه هيبدا الجلسات، بيكون اتحط له البرنامج التدريبي تحت اشراف الاطباء والاخصائيين النفسيين وهذا الكلام، ويبدا التدريب بتاعه. دكتور محمد، ازاي بتقدروا تؤهلوا مريض الاعاقه السمعيه والتخاطبيه نفسيا للاندماج في المجتمع؟ الإعاقة السمعية والتخاطبية، شوف يعني هو الفكرة هو عشان يؤهل للدخول في المجتمع لازم يسمع ويتكلم، فإحنا عايزينه يسمع وبعدين ندربه على التخاطب، ندربه على الكلام، وفي نفس الوقت إحنا بنتابع حالته النفسية، نسبة ذكائه بنتابعها عشان نعرف ذكائه ابتدى يبقى كام. لازم كل ده بيتابع، كل ده يعني نسبة ذكاء الطفل مهمة قوي. أول حاجة زي ما دايما بقول يعني أو هو ده الطبيعي اللي هو يكون بيسمع، خلاص هو بيسمع بطريقة أو بأخرى، بسماعة أو من غير سماعة، بعملية أو من غير، في النهاية التخاطب خد طفل بيسمع، ابتدى بقى يدربه تخاطب، نسبة ذكائه كام، درجة ذكائه إيه، وبعدين نتابعها درجة ذكائه بتعلى، لأن هو كل طفل حسب نسبة ذكائه بنبدأ مع التخاطب. يعني هو التخاطب مش إن أنا بقعد أكلمه بس وأقول له قول، لا انا بديله مكعبات، انا بديله مش عارف ايه، انا بديله، انا ده تعامل كامل مع الطفل، تعامل كامل مع الطفل، وابتدي اتابع نسبه ذكائه، وابتدي اتابع درجه التقدم في التخاطب ايه، عشان في النهايه اوصل لطفل يتعامل او يقدر يدخل ويتعامل مع المجتمع طفل سوي. طيب دكتور، كنا عايزين برضه نعرف مع حضرتك ايه هو دوركم في خدمه مرضى المحافظات المترددين على المعهد طلبا للعلاج؟ طبعا احنا بيجيلنا من كل محافظات الجمهورية وبيجيلنا من برا مصر زي ما بقول. احنا طبعا دول ليهم بريوريتي، يعني حد جاي من محافظة ومن محافظة بعيدة ده ما بيستناش. يعني انا عندي صحيح قائم انتظار في بعض التخصصات زي السمعيات، يعني هو تقريبا السمعيات اللي فيها قائم انتظار طويلة شوية، الحمد لله قللناها بنسبة كبيرة قوي دلوقتي. لكن المريض اللي جاي من خارج المحافظات ده له بريوريتي وبيتاخد على طول، برغم ان اختبار السمع بياخد من ساعة لربع الساعة او من نص ساعة لساعة، ولكن جاي من بره المحافظة بنقدر نعمله، بنحاول على طول نخلصه الاختبارات السمعيات الاساسية. لو له حاجة زيادة او الحاجات اللي هي بتاخد مواعيد زي الاي بي ار، زي الاختبارات الاتزان، زي الكلام ده كله برضو بنحاول ان احنا نعمله له على طول as much as we can يعني. لكن مريض المحافظات له priority عندنا في كل حاجة. طيب كنا عايزين نعرف من حضرتك برضو دكتور، ايه هو دوركم في اعداد كوادر بشرية قادرة على تقديم خدمة طبية افضل للمرضى المترددين على معهد السمع والكلام؟ احنا عندنا الحمد لله الكوادر البشرية الفنية، الاطباء والتمريض، كل الكوادر الفنية الحمد لله على مستوى عالي، كوادر الاطباء على مستوى عالي، احنا كادر تعليمي، اساتذة متخصصين في كل التخصصات، مدربين على اعلى مستوى داخل وخارج مصر، وشهادتهم من داخل وخارج مصر. ويمكن انا مثلا عندي فريق القوقعة لسه يعني كان مثلا جاي من مؤتمرات قريب، يعني عندي اللي متدربين في مستشفى الجامعة في زيورخ، وتدريب ده دي عملية على عمليات زرع القوقعة، وعلى هم على طول ابديتد يعني. معهد السمع والفسيولوجي في وارسو، يمكن برضو عندي اطباء واستشاريين لسه وزن يعني من شهر تقريبا برضو كانوا متدربين هناك.
فعندي تعاون مع معاهد كتيرة وجامعات برا، والأطباء بتوعي الأطباء عندنا في المعهد على طول أبديتد في كل حاجة. طيب دكتور، كنا عايزين برضو نعرف من حضرتك ايه هي خطة حضرتك المستقبلية لتطوير المعهد من الناحية الخدمية والناحية التقنية؟ والله من الناحية الخدمية احنا دايما بنحاول نستوعب الأعداد الزيادة، يعني زيادة المهولة في الأعداد، يعني كلمة مهولة دي يمكن يعني عندي زيادة غير عادية يوميا في أعداد المترددين. بحاول استوعب على طول، يعني يمكن الحمد لله لستة أو مؤجلات العمليات الحمد لله، قوائم انتظار العمليات الحمد لله تغلبنا عليها، ولسه احنا برضو عندنا المبنى الجديد، احنا لسه يعني عندنا مبنى 5 أدوار المفروض نستلمه، يعني ويمكن متأخر بسبب بعض المشاكل طبعا المقاولين والكلام ده، المشاكل اللي حصلت الفترة اللي فاتت يعني، ولكن ده طبعا هيبقى فتح لينا. انا دلوقتي كمعهد انا بشتغل ب4 غرف عمليات، انا عشان اقدر استوعب كل هذه الاعداد انا عايز 8 غرف عمليات اتليست، فانا عندي في هذا المبنى في 4 تانيين اللي المفروض استلمه، وان شاء الله يعني المفروض ان احنا نخلص اجراءاته، يعني هو فاضل فيه يمكن حاجات بسيطه، يعني فاضل فيه 2 3 شهور شغل، بس الشغل يبدا يعني بس الشغل يبدا، الشغل المتوقف فيه بسبب مشاكل شركه المقاولات وكده، شركات المقاولات طبعا. فقوائم يعني بالنسبه للعمليات مبدئيا قوائم الانتظار فيها قليله جدا، يعني لا تتعدى اسابيع، والحالات الطارئه بتتعمل على طول، فده الحمد لله يعني في بعض الحاجات واحنا بنحاول نتغلب عليها. طيب هل في نية لوجود مثلا أجهزة جديدة سوف تكون موجودة في المعهد مثلا في الفترة القادمة؟ احنا عندنا الحمد لله يعني احنا افتتحنا اللي هو عيادة حديث الولادة نيونيتال سكرينينج، دي بأحدث أجهزة في العالم، ويمكن جاي لها أجهزة تاني برضو جديدة في خلال شهور، حاجات أحدث لاستكمالها. عندنا وحدة صعوبات البلع، احنا ان شاء الله جاري تجهيزها وافتتاحها واستلام الاجهزة، وده تبقى احدث وحدة صعوبة بلع في مصر باذن الله. عندنا يعني برضو عندنا وحدة اختبارات النوم، دي تم تحديثها من 6 شهور تقريبا باحدث جهازين اختبار نوم في العالم، وبجهاز سي باب اللي هو الاكسجين. الحمد لله احنا على طول الأجهزة عندنا أحدث أجهزة في العالم، يعني النهاردة أنا عندي وحدة اختبارات النوم، يعني زي ما قلت أحدث جهازين اختبار نوم في العالم. يعني يفضل بس التحدي، أنا عندي الغرف العمليات الجديدة اللي المفروض نفتتحها فيها غرفة عمليات للأوتو نيورولوجي اللي هو والنيورولوجي، يعني غرفة عمليات مخ وأعصاب اللي هو مشاكل الأذن مع اللي هو مشاكلها مع الرأس والأعصاب والمخ والكلام ده. فأنا عندي غرفة عمليات مخصصة هتبقى للجراحات دي، عندي غرفة عمليات هتبقى مخصصة إن شاء الله للهيدا النك، أنا حاليا بعمل الهيدا النك لجراحات الرأس والرقبة، عندي قسم متكامل لجراحات الرأس والرقبة، لكن دي برضو الغرفة الجديدة دي هتبقى مجهزة مخصوص كمان لهذا الغرض. طيب دكتور محمد، احنا في نهاية حلقتنا كنا حابين حضرتك تقدم لنا بعض النصائح من خلال شاشة قناة الصحة والجمال لمرضى السمع والكلام المترددين على معهد السمع والكلام. انا دايما بحب اوجه النصيحة مش للمرضى، انا بحب اوجهها للامهات، انا مهم عندي قوي قوي، عايز الطفل يسمع قبل سن 2، انا عايز الام تكتشف لو ابنها عنده مشكلة في السمع، أنا عايز الأم تهتم كويس، أو لو في برد في أنفلونزا ما تستن... يعني مش لازم أنتظر لما يبقى عندي التهاب أذن وسطى، لا من فضلك اكشفي عند الدكتور. لاحظتي ابنك بيعلي التلفزيون، بيعلي الكاسيت، بيعلي الراديو، ما بينتبهش لما بتندعي له، من فضلك استشيري الدكتور، ده مهم قوي. السمع مهم، الطفل مهم، أمراض الأذن يا جماعة أمراض ليست خطيرة، ولكن إهمالها بيخليها خطيرة. لو سبنا التهاب أذن وسطى
وهنقول طب ما هو اتحسن لوحده، لا انت مش واخده بالك، هو ما اتحسنش لوحده، هو ضعف السمع بنسبة 10% و10% مع 10%، ده مش حاجة كويسة. نصيحتي دايما بوجهها للأمهات. طيب دكتور، احنا برضو عايزين من حضرتك نصائح بقى للأطباء أثناء تعاملهم مع المرضى. لا الأطباء يعني دايما بقول ان المريض لازم يبقى فيه علاقة نفسية كده بينك وبينه، لازم يبقى مستريح لك نفسيا. لازم اولا المريض جالك هو بيثق فيك، او جه المكان او المستشفى هو بيثق في المكان وفي المستشفى، فهو المريض جاي واثق فيك ان انت باذن الله وبعلمك هتشفيه او هتساعده في الشفاء باذن الله. لازم انت تدي وقت للمريض، اسمع للمريض كويس، يعني اسمع المريض كويس، لازم في تواصل مع المريض، وده اهم حاجه، والشفاء بين عند ربنا. طيب احنا في نهاية لقائنا بنشكر حضرتك دكتور محمد حسني مدير معهد السمع والكلام، وبنتمنى لحضرتك المزيد من التقدم المستمر لتقديم خدمات طبية أفضل للمرضى يا دكتور. إن شاء الله. أهلا بك. شكرا لحضرتك. شكرا. بنشكر حضراتكم أعزائي المشاهدين، وبنتمنى لحضراتكم دوام الصحة والعافية، وعلى وعد بلقاء آخر ومسؤول آخر وبرنامج سؤال مسؤول.